بطاطس باللحمه المدخنه. عندي لحم مدخن وعندي بطاطس وبصل وتوم سكر مستردة زيت زيتون بقدونس ملح وفلفل عصير ليمون وفلفل الوان. كل الكلام ده جميل وحلو، وتعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. نشيل بس كده الطبق ده كده اهو كده، نحط ده كده ونبدا. ادي البطاطس بتاعتي مسلوقه مكعبات، ما تحمليش عليها في السوى قوي، يعني دوبك تقرص عليها كده تلاقيها اتفتحت معاكي، ما تبقاش طريه خالص، ما تبقاش طريه خالص كده. عندي بصل، لو عندك سبرينج اونيون اللي هو بصل الربيع ماشي، شايفز ماشي، يعني اللي انت عايزاه تحطيه حطيه كده كده. ادي فلفل الالوان، نقطع قد تقطيعة البطاطس مكعبات. ما ترتبتش بحاجة معينة، عايزك تعملي أي حاجة تيجي على مزاجك، ما تسمعيش كلام الطباخين، يعني امشي وراه بس في حاجات كده ممكن ما تعجبكيش اعمليها انت غيرها. يعني مش ترتبت اللحمة مدخنة وتقولي انا رحت دورت وما لقيتش ورجع العيب على الشربيني، لا اعملي اللي هواكي فيه، صدر فرخة يا ستي أي حاجة كده. اهو طيب هنعمل ايه بقى تاني بعد كده؟ ادي قرن فلفل حار معاه عشان ايه؟ افضي البذر بتاعه عشان برضو يبقى في رحمة شوية. لسه ايه تاني؟ البقدونس. كده هنا اقلب ده كله مع بعضه. ناقص يبقى عندي كده دلوقتي يا باشا، ادي توم، شوية سكر، شوية ليمون، زيت زيتون، خل، ملح وفلفل، ملح، فلفل، مستردة، كده اهو. بس كده حلو قوي، ده الدريسنج بتاعي. ها
نشيل كل حاجه.